اهلا بحضراتكم من جديد. بنرحب بضيفنا الكابتن محمد الالفي. في البدايه طبعا نجم مصر في كره اليد، وكان طبعا رئيس لجنه المسابقات والصالات في بطوله العالم، وعنده كثير من الكواليس، ولكن بنرحب بيك الاول يا كابتن محمد. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك، منورنا ونورك والله العظيم بنوركم عشان تبقى فاهمين. الاهلي انا دايما ببقى عارف ان الاهلي كل الناس بتقول الاهلي منورين، عشان طبعا كابتن حضرتك يعني منورنا وبشرفنا، والحديث مستمر ان شاء الله من الحلقه اللي فاتت عن بطوله العالم والكواليس. يعني الاول اسمع تعليق حضرتك على إقامة المباريات بدون جمهور النهارده بعد قرار طبعا. والله الحقيقة في أغسطس اللي فات اللي هم فرانس 5 دي اللي هي هتذيع الماتشات في أوروبا، قالوا لي إنها هتبقى تعمل من غير جمهور. فإحنا حتى أيامها كانت اللي أنت عارف اللي عندنا الصيف يعني. صيف فالكورونا ما كانتش موجودة بالكثرة اللي هي فيه دلوقتي. تمام. بعدين هم عملوا بطولة أوروبا، بعدين وافقوا على 50% اللي هو الاتحاد الاوروبي والاتحاد بتاع اسيا وكده يعني. جم بعديها مثلا في نوفمبر قال لك 30%، ماشي. تمام. عملوا في ديسمبر بطوله اللي هي الدنمارك اللي هي بطوله العالم، بطوله اوروبا للسيدات، عملوها في الدنمارك بابل يعني زي ما هم عاملين ومفيش جمهور. وانت عارف الجمهور في المانيا حتى بيحطوا صور الناس والناس تدفع فلوس وحاجات كده. فجاء بقى من اسبوع كل الناس كلموا الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي كلم الدكتور حسن وقالوا له ان احنا عايزين نعملها من غير جمهور. فهو الدكتور حسن النهارده كان مع الدكتور اشرف صبحي ومعالي رئيس الوزراء حاضر الاجتماع اللجنه العليا فعلا. وراحوا بالتالي راحوا للدكتور مصطفى، ما اعرفش بقى تدورات، لكن هم قرار وصلت هنا قرار نهائي انه ما فيش جمهور. طب شايف اكيد يعني ده اكيد افضل يعني، يمكن احنا تابعنا خبر افضل طبيا الحقيقه. لكن بالنسبه لفرقتنا، فرقتنا مظلومه الحقيقه. يعني انا مش عايز اقول، مش طلع لهم حجج من قبل كده، لكن الفرقه كويسه. المفروض كانت تلعب 15 ماتش مع فرق فيرست كلاس، وهي لعبت مع البحرين ومش هنقول سكند كلاس، البحرين مثلا ثالث يعني تصنيف ثالث. البرازيل اللي كانت هتلعبك وما جاتش، اليابان تصنيف رابع. يعني البرازيل مش جايه، لا جايه تلعب بطوله بس مش جايه، بس هتتاخر فمش هنقدر نلعب مع ماتش، مش هنقدر تلعب. كنا هنعمل ماتش يوم السبت اللي فات. فطبعا الولاد ما لعبوش ماتشات دي مستواها كويس. هتلاقي في الماتشات بتاعت اليابان الثلاثه اللي كويسين او الاربعه اللي كويسين اللي محترفين بره، يعني اذا كان يحيى خالد جايين جاهزين، واحمد هشام دودو وسند وممدوح هاشم شويه. لان يعني هم دول اللي خلصوا دوري بطوله اوروبا وجايين جاهزين يوم 31 اللي فات ديسمبر. يمكن يا كابتن استكمالا كلام حضرتك بخصوص الجمهور، يمكن كان في طبعا خبر صرح النجم الدنماركي بيكيل هانسن هانسن ان هو الوسائل الاعلام الدنماركيه انه طبعا بيفكر جدا في الانسحاب لو كان في جمهور. يمكن برضو يعني زي ما بتقول هو قلقان على نفسه اكيد كان، بالرغم ان احنا في تامين طبي شامل، بس هو يمكن ما جاش وما شافش، فيمكن ده برضو كان ليه تاثير او كان اتاخد في الاعتبار في قرار البطوله بدون جمهور. هو اللعيبه هناك اقوياء يعني، اللعيبه الاساس الحكايه دي كلها اللعيب اللي هو بتاع المانيا اللي هو السنتر فيرود اللي هو شعره ابيض ده كان جاله كورونا وخف وبدا يلعب الدوري في المانيا. ممتاز. ولعب مع كيل فاينل بتاع بطوله انديه اوروبا. انديه اوروبا بس هم عاملين زي ايه، زي نقابه مثلا، قالوا ايه يا جماعه احنا نتجمع ازاي، هنروح مصر وفي فيروس واحنا الفيروس ده مش عارفين في مصر، زي اتحاد اللاعبين المحترفين. اتحاد اللاعبين المحترفين فهم قالوا مش عارفين في مصر الفيروس ده واصل لغايه فين، فاحنا احسن ايه ما نروحش. فبداوا يعملوا تفاوضات مع الاتحاد الاوروبي مع الدكتور حسن الاتحاد الدولي، شوفوا النظام ايه وخلاص بالنظام. وصلوا في الاخر ان هم هيجوا لو البطوله هتتعمل من غير جمهور. كم فرقه وصلت يا كابتن حتى الان؟ لسه لغايه دلوقتي غير اليابان بس. البرازيل اخرت قدومها، يمكن البرازيل جايه من البرتغال يوم الثلاث ان شاء الله. طب عند حضرتك معلومات في فرقه اكدت او في فرقه اعتذرت؟ كله اكد، 32 اكدوا معلومه، ده ساب الينا كل الناس. كل الناس مأكدين. لكن انت مستني لان هم هيجوا الثلاث يلعبوا الخميس، انت عارف ماتش مصر والشيلي الاربع، هو الاربع بس ده مش افتتاح البطوله، ده افتتاح البطوله ولكن مش افتتاح المباريات. المباريات كلها هتبدا يوم الخميس. طب يا كابتن حضرتك كنت قلت لي الحلقه اللي فاتت ان احنا عندنا 48 ساعه المسحه الاولانيه. ايوه كافيه، هم بيجوا بمسحه من عندهم ومعتمد. اول ما بينزل المطار، انا يعني انا معايا الصوره دي يا كابتن، مديها لك انا. اول ما بتنزل المطار بيعمل ايه، مسحه على طول اهي. يعني تلاقي هنا الحته دي كلها المسحه بتاعت الفرق. يعني في فتره في الاول او في الجداول اهي في الجدول. كل دي برج العرب بتهيألي ده اكتوبر 6 اكتوبر، تلاقي مواعيد التمارين ومواعيد الماتشات يعني والمسحات بتاعتها. يعني اعدلها للكاميرا كده، بصوا يا جماعه ده الجدول اللي بيقولوا عليه كابتن محمد،
الجدول بتاع كل فرق. كل صاله فحاطين فتره يومين بتاعه المسحه صح كده، بيعمل مسحه كل يومين اصل هو بيلعب كل يومين يعني اللي بيلعب الاربع يلعب يوم الجمعه واللي يلعب يوم الجمعه يلعب يوم الاحد، اللي بيلعب الخميس يلعب السبت، فتره كافيه ان المسحه فتره بتتعمل المسحه وبتتعمل عليها كل حاجه. ده كده انا عايز اوريك ان هم ادي الاربع صلات اربع مجموعات، يعني دي الاربع صلات اربع صلات انا اسف خلي بالك ده منين جاي، منين جاي من الاتحاد الدولي تمام يعني هو المواعيد التدريبات والماتشات من الاتحاد الدولي كل دي هتلاقي كل صاله هتلاقي مثلا ده مثلا كايرو ستاديوم هتلاقي فيه صاله الجيش وصاله الشرطه والصاله اللي هي الفرعيه الثانيه اللي هي للتدريب للتدريب والصاله الرئيسيه، تلاقي الصاله الرئيسيه بص الالوان المختلفه دي الماتشات تمام والباقي اللي هو التدريبات هنا المسحه بقى دول المجموعه مثلا باللبني دي هتعمل مسحه يوم مثلا الثلاث ودول هيعملوا يوم الخميس كده على طول. وقول لي يا كابتن يعني دلوقتي حضرتك قلت لي برضو انه كل فرقه هتوصل ليها تدريبه واحده، ليها تدريبه واحده على الصاله اللي هتلعب عليها. حلو، طب ما كده الفرق كلها هتيجي في ايام ورا يعني مثلا لو قلنا البطوله الخميس الفرقه كلها جت ثلاث ماشي هتلحق تمرن 31 فرقه؟ لا يعني ما انت مش هتمرنهم على صاله واحده. انا فاهم ما هم متقسمين يعني استاد القاهره عليه 8 فرق عليه مجموعتين في 4 ب 8 بنتكلم على 4 بس قول لي المجموعه 4 طيب لكن ده اللي هيلعب يوم ايه يوم الخميس تمام هيتمرن يوم الاربعاء واللي هيلعب يوم الجمعه هيتمرن يوم الخميس تمام يبقى انا عندي يومين صح فهم بيتمرنوا حتى اللي عندهم تمرين يوم الخميس الصبح اللي هو الفرق اللي هتلعب الخميس بعد الظهر هيتمرنوا مثلا 9 ل 10:15 ومن 10:30 ل 11:15 الاربع فرق يخلصوا 1:30 ممتاز كويس حلو. الفرق الثانيه بقى ايه هيتمرنوا فين؟ في صاله 2 صاله 2 لانه خلاص ثاني يوم بقى العكس على طول ده يتمرن وده يتمرن والساعه وربع دي خلي بالك احنا بنتمرن بره لما نروح بطوله العالم تتمرن عليها 50 دقيقه بس فاحنا عاملينها ساعه وربع بس على اساس ان هو ياخد تمرينه كامل ما يقولش لا زي الفل زي الفل الحمد لله. طب قول لي يا كابتن دلوقتي الصالات طبعا احنا تابعنا امبارح لقاء معالي الوزير امبارح وشفنا الصاله بتاعت العاصمه الاداريه حاجه يعني حاجه جميله حاجه ايه يا كابتن ده يعني يا كابتن يعني اتعملت امتى دي يا كابتن وطلعت امتى؟ لا ده احنا شفناها ويا رب لحظه ما انا عارف يا كابتن وحضرتك ماسك الصالات خلي بالك الايه لا اللي ماسك الصالات عاصم بس انا دايما كنت معاه على طول في الكلام ده كله والكابتن عاصم طبعا ابن النادي الاهلي ونجم مصر وكان في الصور معاك الحلقه اللي فاتت كلها يعني الصاله دي امتى يا كابتن اتعملت والرسومات والدنيا؟ عايز احكي لك ان في حاجات دي صاله اكتوبر كويس تمام هتلاقي هنا كل صاله ليها اربع ورقات الاربع ورقات دي اللي هي انت عارف مثلا استاد القاهره كذا كذا دور طبعا فالدور فاهم ازاي كل دور معمول له حاجه دي المدخل دي انت عارف انت 100% عارف المدخل مدخل عند اللي العربيات. هي ما تخش من عند العربيات بعدين هنا تلاقي ايه هنا حاطين صور اللعيبه بتاعتنا بعدين لما تخش هنا تلاقي الاوض بتاعت اللعيبه والحكام والحاجات دي بعدين ليفل 2 بعدين ليفل 2 بعدين هنا هيطلع لك الصالات اللي هي اللي جنب الصاله 3 وصاله 4 الصالات الفرعيه اللي هي هيبقى فيها الجمهور حضرتك هيبقى الصاله الفرعيه رقم 2 بس اللي فيها تدريبات لان هي الوحيده اللي هندبول كويس انت كمان لازم كنت تشوف برج العرب يعني هو جابوا لكم الصاله لا العاصمه العاصمه اكبر من برج العرب بتشيل 7500 وفي صاله ثانيه جنبيها دول صالتين الصاله في صاله صغيره وخلصت برضه خلصت بص يعني هو في زياره من الرئاسه ما اعرفش طبعا الرئيس ولا مين اللي راح يوم الثلاث اللي فات انا كنت هناك يوم الاثنين ورحت يوم الخميس في تطور فظيع طبعا طبعا كويس بعدين الشوارع انت من طريق السويس للصاله كان بايظه خالص بيعملوا كباري وبيعملوا مش عارف ايه طبعا. الحتت اللي هي قدام الصاله اترصفت اتحط لها نخل عارف انت اللي هو الطويل كله طيب كل ده طيب. كل ده في 3 ايام طب عايز اسال حضرتك حاجه يعني انت دعم القياده السياسيه لحدث زي ده يا كابتن الحقيقه ده هو يعني اللي مخليها تمشي عشان تبقى فاهم انا لما رحت الصاله يوم الاثنين ما كانش فيها كهرباء كهرباء دخلت ما كانش فيها غاز دخلوا سولار عشان ال 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 البتاع ده السخانات يعني السخانات كانت ماشيه بالغاز الغاز ما دخلش راح مدخلينها بالسولار كويس وادي الصاله اللي هي العاصمه الاداريه اللي انت طبعا الحاجات دي اللي هي اللي فيها الميديا واللي فيها طب كابتن انا في معلومه جات لي دلوقتي من الزملاء في الاعداد طبعا زميلي احمد رشاد قال لي ان في 5 فرق هتوصل بكره الارجنتين البرتغال ايسلندا الكونغو الديمقراطيه بيلاروسيا بكره ما بكره امتى ممكن بالليل
بكره يبقى فجر تاني يوم، بس فجر. بس بس وجود برده خمس فرق بكره بتهيالي من 32. لا كله جاي ان شاء الله. يعني انت ما تقلقش يعني كده. اليابان بيني وبينك يا كابتن احنا كلنا طبعا مستنيين الحدث ده ونفسنا ينجح بشكل كبير ان شاء الله ان شاء الله، وفرحانين بيه جدا. بس يا كابتن خليني، طب يعني اكبر صاله صاله واحد دي اللي هيبقى عليها الافتتاح طبعا. وقرينا خبر النهارده ان حتى نجوم الافتتاح هيبقوا في الفقاعه، كله دخل الفقاعه النهارده عشان تبقى فاهم. يعني حتى مدام امال اللي هي رئيس الاتحاد اللي هي مديره الاتحاد الدولي دخلت الفقاعه مسحه ودخل صحفيين كله مسحه. عندكم هنا واحد من النادي الاهلي طبعا. راح مع الجريده بتاعته اللي هي برج العرب. هتلاقي في كل بقى الصحف اللي هو مدخله واحد هتلاقيهم موجودين. طبعا يعني هم الاربع اوتيلات اللي معمولين على اساس ان هم بيقفلوا جزء من عندهم. العمال اللي بيشتغلوا اللي هم اللي بيقدموا الاكل ويقدموا الشرب برضه محجورين في الحته اللي هم فيها. الاتوبيسات السواقين محجورين، الاتوبيس بيتعقم، الارضيه بتتعقم. مثلا هيجوا يتمرنوا في نادي هليوبلس، حتى انا قلت لهم النادي الاهلي على اساس ان الاوتيل قريب من النادي الاهلي، قال لك متاخرين على ما نقدرش نطلب دلوقتي من النادي الاهلي، لكن في هليوبلس كانوا طالبين من الاول. انتم مجهزين نفسكم في هليوبلس؟ فبييجوا هم مثلا التمرين الساعه 9، الساعه 7 الصبح في ناس بتروح بتعقم، فاهم ازاي؟ الصاله اللي هي بتاعه الملعب اللي هي الصاله الرئيسيه الاستاد والعاصمه الاداريه ودول، بيخلص الماتش الساعه 11. عايز اوريك السكادوال بتاع اليوم كويس؟ تمام. السكادوال بتاع اليوم الراجل بتروح الساعة 8 الصبح تخلص 11:30، 11:30 تبدأ النظافة، الساعة 1 يبدأ التعقيم. تاني يوم الصبح يجوا الفرقة، أول فرقة بتيجي الساعة 9 إلا ربع، لأن تمرينها 9. تمام. فبتخش على التعقيم في كل حاجة متعقمة. محدش دخل الصالة قبليهم، محدش دخل الصالة تتقفل. تتقفل. بقول لك في سيستم معمول من الاتحاد الدولي، عارف، حازم وقوي الحقيقه. يمكن ده اللي طمن الفرق يا كابتن. ما هو ما هو انت بعت كل الحاجات دي للفرق في اوروبا وفي اسيا الغريبه يا كابتن. امبارح تصريحات معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي قال ان اول زياره للاتحاد الدولي لما جم زاروا وشافوا الصالات وبتاع كان التقرير سلبي، وقالوا ان مستحيل يحصلوا يخلصوا. كلمني عن ده وازاي خدت التحدي ده يا كابتن. الصاله بتاعت استاد القاهره يعني هم ايه؟ قال لك اكتر صالتين هيخلصوا صالة برج العرب وصالة العاصمة الإدارية. نعم. وبعدين لما أنا كنت معاهم بقى، لما رحنا الصالة بتاعت الاستاد كان بس في سقالات شايلة ربع الصالة. السقالة ده الراجل اللي هو درويش قال لك إيه دي تخلص في شهر. يعني الأربع تربع تخلص في 14 والزيارة أول سبتمبر اللي فات، فاهم إزاي؟ طب تخلص يناير، طب لما أنت مفيش بطولة. فلما قلت للدكتور حسن كلم الدكتور أشرف، الدكتور أشرف برضو كلم الرئيس وطلع في التلفزيون يعني السيد الرئيس ومعاه المستشار المالي بتاع الرئاسه ومعاه الدكتور اشرف. بدات بقى ايه تاني يوم رحت لقينا اربع سقالات، عارف بيركبوا اربع سقالات اللي خلص في شهر، في شهر ونص كانوا مخلصين الصاله بتاعت السقالات. ما دايما بنشوف السيد الرئيس دائما ابدا يعني ما شاء الله انجازات دي تخلص في شهر وسريعه وسريعه. يعني ده انت بص بس اربع شهور خلص في الشهر. لما بتشوف انت الصاله بيجي لك احباط، بعديها بتلات اربع ايام بتبقى مبسوط. صحيح. فاهم ازاي؟ بلاش الفرق الكراسي والكمبيوترز والسكانرز والحاجات دي كله اكويبمنت المساعده تك 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 مفيش نو تايم. فاهم حاجه جميله يعني. ده كمان بيقولوا لي انه الزياره الاخيره الدكتور، انا شفت حوار معالي الوزير امبارح طبعا دكتور اشرف صبحي، كان قبل الزياره الاخيره اللي كانت من شهرين دي قال لك استحاله، قال لك مش هنخلص، قال لك هو نفسه معالي الوزير قال مش انا اللي قال لك استحاله، الناس قالت استحاله. ومع ذلك احكي لك حاجه بقى، 6 اكتوبر للدكتور حسن مصطفى دي الصاله كده زي دي كده، وهنا في الشارع صغير تمام، العربيه بتاعت التلفزيون مش هتقدر تخش الشارع الصغير. طب نعمل ايه؟ راحوا شايلين جت الهيئه الهندسيه شالت الرصيف ده خالص، بقى الشارع داخل على الشارع الكبير عشان الايه؟ العربيه تخش. بص التفاصيل. وراحوا عاملين البتاع بعيد شويه تقدر تدخل العربيه وتخش وتعمل كل حاجه. وشفنا حتى امبارح في الصور يا كابتن عربيات في البث الفضائي والتلفزيون، عربيات كبيره وشغل يعني حاجه انت تحس ان انت في حته تانية. حته تانية. وناس بيشتغلوا 24 ساعه، ما بيشتغلوش مثلا 12 ساعه ويقفلوا. لا 24 ساعه. وبعدين تخش تلاقي الاستشاري موجود، المهندسين موجودين، المهندسين بتوع الهيئه الهندسيه موجودين،
يعني مثلا ايه في العاصمه الاداريه في اللي هو الملزم اول فولي ده مهندس عنده 22 سنه قال لي انا قاعد هنا وبخرجش فبروح له طهران كل وقت بشوف تتابع العمل معاه في كل وقت يمكن معالي الرئيس معالي رئيس الوزراء وكمان دكتور اشرف صبحي صرحوا ان طبعا الهيئه الهندسيه يمكن تم ايكال هذا الامر ليها لان في انضباط وفي سرعه في الانجاز. لا احكي لك بقى احنا ايه صممنا في اللجنه قبل ما امشي يعني ان يبقى مدير التشغيل من مهندسين الهيئه الهندسيه اللي هم الضباط اللي موجودين. طب ليه؟ هقول لك ليه، لان هو هيبقى تحت ايده الكهربائي، تحت ايده السباك، وتحت ايده كل المقاولين الصغيرين، وهو اللي عامل كل الحاجات دي او هو اللي مشرف عليها من A to Z. ففي انضباط وفي ما فيهاش في صرامه يعني. فكل الحاجات دي اولا انت كانوا قاعدين في اسمها ايه دي بتاعت كرفانات محطوطه كانوا بيباتوا فيها يعني بنباتوا فيها وحمامات وكل حاجه. في اسبوع ما لقيناش الكرفانات دي، خلاص راحت اتشالت. بعدين خلي بالك المجمع اللي هو بتاع العاصمه الاداريه ده مجمع كامل، عارف مدينه يعني فيها حمامات سباحه، فيها بتوع الجودو، فيها فروسيه كل شوتينج، فيها كل حاجه. لا مدينه كبيره. وبعدين عاملين في النص كده زي بتاعه شلال ميه، شلالات شفتها امبارح، حلوه حلاوه غريبه يعني تبقى قاعد وانت مبسوط. طب يا كابتن انت حضرتك شاركت في بطولات عالم كتير وحضرت، وحضرتك طبعا يعني ممثل لينا في اتحاد دولي، ودكتور حسن مصطفى بثق فيك جدا يا كابتن يعني. بثق فيا 4-5 مبهدلنا بس حضرتك قد ايه دول، حضرتك وكابتن العاصي السعداني وعلاء السيد عندك في ناس كتير، مجموعه كبيره الدكتور حسن الحقيقه زي ما بيقولوا يعني ايديه يعني ورجليه في الامور دي. شايف ان تنظيم كاس العالم ده او بطوله العالم دي تضاهي يعني اللي اتنظمت في اوروبا ولا احنا سبقناهم؟ وانت سبقتهم بالملاعب الجديده. يعني الملاعب الجديده دي عملت لك طفره فظيعه. ان احنا لعبنا بطوله العالم هنا سنه 99، لعبنا في صاله بورسعيد وصاله الاسماعيليه. الاسماعيليه دي اتلعب عليها البطوله وما شفناهاش تاني في الجيش كانت وفي استاد القاهره اللي هي الصاله الكبيره والصاله الصغيره. فبص بقى انت دلوقتي بقى عندك 4 صالات فخمين جامدين يعني ايه، كمان منهم 3 انشئوا خصيصا، انشئوا خصيصا في الوقت في وقت نو تايم يعني سنه ونص كانوا خلصانين. طبعا انت بتشوف حاجات زي السحر، زائد ان انت عندك الصالات اللي موجوده، طبعا عندك بنيه اساسيه اللي هي بتاعه الاوتيلات، انت عندك اوتيلات مفخره الحقيقه. يعني انت مثلا في البرتغال في بطوله 2003 ودونا اوتيل تبع زي مثلا ايه زي الاوتيل اللي موجود في صاله 6 اكتوبر. حاجه جوه الكومباوند، فاهم ازاي؟ لكن امكانيات قليله وكانت كل اوضه فيها سريرين، حمام، مفيش حاجه، الاكل اللي بتاكل زي انك انت. الاوتيلات هنا عاملين طبعا نظام جميل الحقيقه. فيعني انت عندك حاجات تانية مساعده. طب كابتن الاوتوبيسات ايوه انا عايز الترانسبورتيشن دلوقتي انت عندك الاوتوبيسات بتيجي تاخدك من الملعب ل طب الاوتوبيسات دي لازم تتعقم. طب والسواقين محمولين بابل كمان جوه الفقاعه، وعملوا مسحه وبتعملوا مسحه دائره، عملوا لهم مسحه خلاص لان هم هيستنوا. انت شفت اليابان وهي نازله من الطياره؟ اليابان نازلين من الطياره عملوا لهم المسحه ودخلوهم الاوتوبيس على الاوتيل ما خرجوش، والباسبورات جت لهم على هناك. الباسبورات جت على هناك. تيجي بقى هم اتنقلوا من الاوتيل اللي كانوا قاعدين فيه بتاع القوات المسلحه ده، اتنقلوا للاوتيل اللي هو اللي هيروحوا يلعبوا فيه. تمام. معرفش اليابان هتلعب فين بس لا عندي. لا ده خليني بقى، ده انا عايز اتكلم مع حضرتك كمان عن الافتتاح يا كابتن، بس خلينا نطلع لفاصل، لازم اطلع له ضروري هنتكلم عن الافتتاح، هنستعرض مع بعض الجداول الفرق، ولكن خلينا نطلع لفاصل بعد اذنك يا كابتن محمد. موافق. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نستكمل، هنعرض لحضراتكم الجداول المباريات يعني هنعرض لكم بعض الامور ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع كابتن محمد الالفي عن بطوله العالم لكره اليد. يمكن كابتن محمد عايزين استعرض مع حضرتك الاستعدادات، يعني الفريق استعد بمباريات ايه ونقولهم للساده المشاهدين. هو المباريات كان في مباريات كتير الحقيقه، بس هم طبعا في اعتذارات على اساس ان انت ما تقدر مش عارف تسافر عشان الفيزا، وهم مش عارفين يجوا برضو عشان الايه الفيروس اللي هو كورونا. لكن انت لعبت في مصر هنا ماتشين في نوفمبر اللي هو 5 و7 نوفمبر، مصر مع البحرين وكسبتهم هنا 32-19 و25-23 كويس. لعبتهم في المنامه بعديها بعديها تقريبا بشهر يعني. كسبت اول ماتش 34-22 والماتش الثاني 31-25. في القاهره هنا كمان لعبنا مع اليابان في يناير، هم جم الاسبوع اللي فات
لعبت 5 يناير و7 يناير وكسبت 34-29 و33-25. طيب والحقيقه البرازيل كانت جايه بس اجلت على اساس ان عندهم كانوا هم في البرتغال بيلعبوا ماتشات، طلع عندهم 4-5 عندهم كوفيت ويخفوا يوم الاثنين فييجوا ان شاء الله يوم الثلاثاء ان شاء الله. يمكن برضو المباريات يا كابتن زي ما حضرتك قلت مش ليفل 1 قوي، مش يعني وان ماشي الحال يعني هنعمل ايه؟ طبعا هي احسن من بلاش. احسن بلاش لو تيجي تلاقي اللي لعبوا كويس هم الاولاد اللي بيلعبوا محترفين بره. اللي هو سند ودودو اللي هو احمد بيشام. هم 6 يا كابتن تقريبا؟ هم 4. لا هو كريم وعلي زين، ما هو علي زين، علي زين نفس القصه. الشارقه دي برضو ايه؟ الامارات الدوري بيبقى جامد هناك بس هو الليفل بتاعه اقل من الليفلات اللي هم بيلعبوا فيها. يعني في ناس بيلعبوا في فرنسا، وطبعا يحيى بيلعب في بطوله اوروبا ووصل لغايه السيمي فاينل، يعني طلعوا الرابع بس وصل لغايه السيمي فاينل. ممدوح هاشم طلعوا من دور الثمانيه اللي هي بوخارست، بس برضه لعب بس رجع بدري، هو رجع بدري شويه. ونيم كان بيلعب في الدوري الفرنسي وبيلعب في بطوله اوروبا بس برضه خرج بره. الاربعه جايين جاهزين طبعا. لما تيجي تشوف الماتش بتاع اليابان اللي ظاهر اللي هو دودو احمد هشام السيد، ما شاء الله المستوى اتقدم في الثلاث اربع اشهر اللي لعبهم في فرنسا. طبعا سند، يحيى، زي الحراس المرمى. طبعا حراس المرمى حتى لو هم من غير تمرين اللي بيشوط فيهم لعيبه كويسين، فهم بيتقدم مستواهم. اللي هو عصام الطيار وحميد وكريم هنداوي، بس حميد ما لعبش، لعب كريم هنداوي والطيار. فطبعا قول. طب يا كابتن احنا كان في مباراه مصر برضو الناس بتتساءل، مباراه مصر في المجموعه امتى؟ يعني مواعيد الماتشات امتى؟ مواعيد الماتشات هم المجموعه بتاعتنا هتلعب في الاستاد، هتلعب يوم الاربع اللي جاي في الافتتاح مع تشيلي، وبعدين يوم 16 اللي هو السبت يوم 16 يناير برضو الساعه كلها الساعه 7، كل الماتشات كلها 7 تمام، لغايه لما توصل ان شاء الله لو وصلت الفاينل يعني يارب. كويس. مصر وتشيك يوم 16 يناير الساعة 7 على الصالة الرئيسية برضو. مصر والسويد يوم الاثنين يوم 18 على صالة الاستاد القاهرة. حفل الافتتاح هيبقى قبل الماتش البداية يا كابتن صح؟ والله في مشكلة حفل الافتتاح ده. قول لي يا كابتن. المشكلة ان كابتن عاصم السعداني هو اللي قال لي ان الترابيزة اللي هي بتاعت الحكام والبنشات بتاعت اللعيبة شفتهم في ماتش اليابان، والبنشات اللعيبة دي بتشال الكرسي بتشال، لكن انت عشان تشيل الترابيزة بتاعت الحكام وبتاعت التحليل دي مشكلة. هتشيلها عشان يخشوا يعملوا ربع ساعة الافتتاح وبعدين تركبها تاني. بس دي كابلات شفت بقى انت قلت ايه؟ شاشات. هم بيفكروا انهم يعملوها من الناحية التانية، ما يعملوهاش من الناحية اللي فيها الـ يعني ايه يعملوا الافتتاح من ناحية تانية؟ لا ما هو الافتتاح هيتعمل على ارض الملعب. بس طيب. الدخلة بقى تخش من الناحية دي ولا من الناحية دي لسه بقى بيشوفوا يعني. بيشوف ليها يعني. طب اتحلت ولا او يمكن اتحلت؟ لا محدش كلمني. انا فاهم. انا قصدي حضرتك ان دي مشكله من المشاكل اللي قابلت اللجنه. كابتن عاصم هو اللي كان بيحلها. انت عارف مهندس ومعاه الاستاذ دكتور محمد رفعت برضه مهندس وبيدرس في الجامعه. استاذ دكتور. فده هو تهيألي في جامعه القاهره دكتور محمد رفعت. انا يعني انا خريج هندسه القاهره وتهيألي سمعت اسمه. ده هو اللي بيعمل ايه يعني لما تبقى امتحن الدكتوراه وتاخد الاستاذيه، هو من ضمن الناس اللي بيمتحن الاستاذيه. ما شاء الله. لا ما شاء الله عليه كويس قوي. اسم كبير. ولعب جول معايا وهو دكتور. بس حلو يا كابتن ان انتوا عاملين حاجه حلوه بصراحه يعني. احنا بنحسدكم بصراحه. ليه بس؟ ما انا اقول لحضرتك. لا بس مش حسد غبطه. اليد بيجمع اسرته كلها. بيستعينوا بكل الاسره كره اليد. انا كنت عايز كلهم يبقوا. انا مشيت عشان الحكايه دي عشان تبقى فاهم. ومشيت على ايه؟ عشان متطوعين. ما ايوه بس كله شارك يا كابتن. كله شارك. يعني قصدي اقول لك ان حدث زي ده اسره كره اليد لمت كل اولادها ودخلت بيه. ما فيش حد يعني زي ما بيقولوا اتنسى او حد اتساب. لا 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 ما فيش حد. يعني حاجه يعني بنحسدكم يا كابتن. معلش تعدي كده. طب يا كابتن خلينا نستعرض معاك بقى المجموعات وتقول لنا مجموعه كابتن هتلعب فين وهم كم مجموعه كده يعني نبتدي مع حضرتك. هم 8 مجاميع. تمام يا كابتن. كويس. الثمان مجاميع دول كل مجموعه 4. النظام اللعب هيتلعب دوري من دور واحد. كويس. يوم ويوم لا بيلعبوا ماتشات، والرابع هو اللي بيروح لكاس الرئيس، والثلاثه الاولين بيخشوا مع دور 24 بقى 4 مجموعات. كل مجموعه 6. كويس. يلعبوا يطلع الاول والثاني، الاول والثاني، الاول والثاني، الاول والثاني، يلعبوا مع بعض دور 8. حلو. كويس. اللي يخسر بيطلع يلعبوا دور الاربعه. بعدين يلعب اول وثاني وثالث ورابع. كويس. تمام. بعد الثالث والرابع مفيش مباريات يعني من الخامس
23 او لل 24 ده بالنتائج بتاعتهم اللي في وسط البتاع. تمام، يعني مش هيلعبوا عشان يعني خلاص يعني اللي بتبقى عشان يوفر. بس انت لو لعبت هتلعب تخلص في شهر ونص. فاهم ازاي؟ وبعدين هم محترفين، خلي بالك يعني اوروبا كلها محترفه. وكمان عشان الظروف اللي احنا فيها عايز تضغط الدنيا برضه. لا هي مضغوطه بالاول. يعني هو الماتشات دي مضغوطه من الاول. لكن انت كان زمان بتلعب بال 13 وال 14 والخامس والسادس كده يعني. منتخب مصر لعب كان على الثامن والتاسع وخدنا الثامن في مره، لا سوري التاسع والعاشر او ال 11 وال 12 حاجه زي كده. الدوري مش دي، مش اللي فاتت، اللي قبليها. واحنا طلعنا الرابع. يعني كنت بحاول كلها طلعنا الرابع. لا انا بتكلم على اللي قبليها مش اللي فاتت دي على طول بتاعت الدنمارك. لعبت في بطوله الشباب خامس وسادس في الارجنتين. تمام. وطبعا لعبنا اول وثاني في مصر. كان منتخب كبير. ما المنتخب الكبير. طيب دلوقتي المجموعه الاولى اللي هي بتلعب في 6 اكتوبر. تمام. فيها المانيا والمجر واورجواي والراس الاخضر. المجموعه الثانيه اللي هي بي في العاصمه الاداريه اسبانيا وتونس والبرازيل وبولندا. تمام. المجموعه الثالثه في برج العرب كرواتيا وقطر واليابان وانجولا. ممتاز. المجموعه الرابعه الدنمارك والارجنتين والبحرين والكونغو، دي في الاستاد. دول المجموعه اللي الاستاد. يبقى استنى بقى، يبقى المجموعه الرابعه دي يا كابتن اللي هتلعب معانا. يعني هتلعب معاك ازاي؟ يعني هتلعب معانا على الاستاد. بتلعب احنا في مجموعتين هنلعبوا على الاستاد. كل المجموعه السابعه والرابعه في الاستاد. في الاستاد. تمام. يعني انا بسال سؤال ليه؟ انا هقف عند المجموعه الرابعه، معلش يا جماعه هتقولي المجموعه الرابعه تاني، لان احنا هنرجع نلاعب الثلاث فرق الاوائل فيهم. لا ازاي يا كابتن؟ هقول لك بقى، انت هتلعب مع المجموعه اتش اللي هي المجموعه الثامنه. ايه ده؟ شفت بقى؟ لا ثانيه واحده بقى عشان عرفت منك كده. دلوقتي يا كابتن انا المجموعه الثامنه، انا المجموعه السابعه. ايوه تلعب مع الثامنه. بلعب على استاد. الرابعه هتلعب، اقول لك الرابعه هتلعب مع سي، مع ثلاثه. يعني يبقى الرابعه مش في الاستاد بقى يا كابتن؟ في الاستاد. يبقى كده في بطل العالم. لا مجموعتين. مجموعتين؟ ايوه الدنمارك ومصر في الاستاد. يعني انت مش هرد على الفرقه اللي معايا في الصاله. لا لا لا. ايوه كده. مالهاش دعوه بالموضوع. ماشي حلو. ده احنا عشان بتبعد عن الدنمارك. بس عشان حلو بس يبقى كده حلو. يبقى انا هلعب، يبقى انا ماشي كمل استعرض المجموعه الخامسه وهاجي لحضرتك بقى. اقول لك بقى من الاول خالص. على اساس ان المجموعه الاولى هتلعب المجموعه الثانيه. تمام. لما في بعد الراوند الاولاني بيلعبوا بعض. بيلعبوا بعض. تمام. اللي هم ايه؟ المانيا والمجر واورجواي وراس الاخضر. بيطلع منهم ثلاثة يلعبوا ثلاثة برضو اللي هم من اسبانيا وتونس والبرازيل وبولندا. ممتاز. اللي هم في العاصمة الإدارية. دول في العاصمة الإدارية. تيجي بقى المجموعة الثالثة اللي احنا قلنا عليها دي في برج العرب اللي هي سي، كرواتيا وقطر واليابان وانجولا. بعد الراوند الأولاني هتلعب المجموعة الرابعة. تمام. اللي هي الدنمارك والأرجنتين والبحرين والكونغو. فين بقى يا كابتن دول؟ دول بقى هيلعبوا فين؟ هيلعبوا في الاستاد لو الدنمارك طلعت الأولى. عشان يجولها. هيقولها. يا عيني عليك يا كابتن. يبقى الاول ما بيسيبش صلته. ما بيسيبش صلته قاعد. فانت أيوه. عشان كده انا عايز اكسب الثلاث ماتشات عشان اقعد في الاستاد برضه. صدق يا كابتن. بس انا كان املي ان يبقى في جمهور زي بتاع كاس العالم. لانه لينا فيزا كبيره قوي. يعني كده بس الدنمارك وارد تاخد اول. طبعا. ان شاء الله. فالدنمارك واخد هتاخد اول. عايزينها تاخد اول عشان ما تقابلناش غير في السيمي فاينل. ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. طب يا كابتن خلينا نخش على المجموعه الخامسه والسادسه. المجموعه الخامسه بقى اللي هي الاي في 6 اكتوبر، النرويج والنمسا وفرنسا وامريكا. والمجموعه السادسه اللي هي البرتغال والجزائر وايسلندا والمغرب، دول في العاصمه الاداريه. تمام. دول بينضموا لبعض برضو، دول بيلعبوا ضد بعض. تمام. المجموعه السابعه اللي هي مصر اللي هي جي في الاستاد، والمجموعه الثامنه اللي هي اتش اللي هي سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا وروسيا. سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبيه وروسيا في برج العرب. تمام. دول بيلعبوا بعض. لو انت طلعت الاول الفرقه دي هتجيلك. الفرق دول الثلاثه دول هيجولك انت. هيجولك الاستاد. فاحنا لازم نكسب السويد ان شاء الله. سويد تشيك. طب خلينا يا كابتن يعني اقول لحضرتك، طب وات ايفر في ايا كان ملعب احنا جوه مصر ما فيش مشكله خالص، بس خليني أو يعني احنا هنلاعب تشيلي والتشيك والسويد، ادي ثلاث فرق. لما نروح على المجموعه الثامنه من وجهه نظر حضرتك، مين الثلاثه اللي هيبقوا الاوائل او مين اللي هتطلع؟ دي صعبه. دول صعبه طبعا. سلوفينيا دي اصلها دايما، خلي بالك سلوفينيا دي من بتوع من هم الدول اللي انفصلت عن يوغوسلافيا. صحيح. من يوم ما انفصلت على يوغوسلافيا هي على طول موجوده في ال 12 الاوائل، موجوده في بطوله اوروبا، وانت دايما تقابلها في الماتشات. يعني حتى تعادلنا معاها في البرتغال 2003. طب تاريخنا معاها ايه؟ لا لا بنكسبها يعني مفيش مشكله. هم العدد بتاعهم قليل قوي، 2 مليون ومش عارف كام، يعني ما عندهمش قاعده مش قادر اقول، لكن هم لعيبه بتوع هاندبول. يوغوسلافيا دي اصلها مدرسه الهاندبول. هتقول لي الصرب كمان صربي في الباسكت؟ ما هي مش صربي، هي يوغوسلافيا. ايوه ما هو اتقلبت ايه بقى؟ صربيا وسلوفينيا وكرواتيا وصربيا والبوسنه والهرسك والجبل الاحمر والجبل الاسود الجبل الاسود ومقدونيا
وهي بيسميها مونتينيجرو، الجبل الاسود مونتينيجرو، ومقدونيا وصربيا اللي هي القديمه بالجراح. بس مثلا هتلاقي سلوفينيا دي معقل اليد، صربيا معقل كره السله، باسكت وهاندبول. هاندبول هتلاقي بقى لما كانت كلها دوله واحده. في واحد لعيب صديقي مسمى الحادثه وما باسكت، بالباسكت كنت مع طول باسكت سنه 79 في بطوله البحر الابيض مع سلعوه ومدحت وكلهم يعني، وكانوا الولد ده كان احسن لعيب في يوغوسلافيا. كان صغير ولا كبير؟ لا كان زيهم سنا. سنا. وراح لعب في امريكا وبعدين رجع عمل حادثه. اسمه درازان بيتروفيتش. درازان بيتروفيتش. الولد ده كان من احسن لعيب في صربيا، كان دايما احسن لعيب في اوروبا. وكان نهائي اوروبا صربيا يوغوسلافيا مع اليونان. وكان احسن لعيب في اليونان اسمه جاليس. فاكر حضرتك تفتكره؟ كان قصير كده، كان سم. وكان درازان بيتروفيتش. درازان بيتروفيتش راح احترف في الام بي اي، سبحان الله، كان في عزه. رجع ماشي بالعربيه كونتينر، لا ده ماشي جنب عربيه الكونتينر وقع عليه. توفى. درازان حضرتك شفته بيلعب. جميل. كان طويل يا كابتن صح؟ استنى، انت بتتفرج؟ انا كنت بتفرج. انت لما تروح تدور زي البحر الابيض او مثلا اول افريكان جيمز او البحر المتوسط او كله بيقابل بعض، اتفرج على كله. ورحت الاولمبياد سيدني الحقيقه، حاولت اتفرج على حاجه ثانيه غير الهاندبول، منعونا. انت عارف بتروح بس انت الاي دي كارت بتاعك على الهاندبول بس. يا جماعه عايز اتفرج على التنس. بس دلوقتي لا، دلوقتي تقدر تروح. دلوقتي فتحوها، لكن زمان كانت مقفوله على لعبتك. فطبعا مشكله، احنا قعدنا شهر نلعب. بصينا في سيدني شهر كامل لما اتعذبت. سيدني جميله يا كابتن. جميله. سيدني ما زهقش يعني. ايوه لا، ما انت بتزهقش، احنا قاعدين في معسكر ما بنخرجش. لا بس بعد البطوله بيبقى عندك يومين ثلاثه. لا سافرنا يعني، الماتش خلص الساعه 8 7 والثامن، واحنا طلعنا السابع وخدنا العربيات الاتوبيس ورحنا رايحين على المطار، ركبنا الطياره ونزلنا على مصر. ما شفتش حاجه، كنا ميتين يعني. مش حاجه خالص، ما شفناش. معلش ولا طب كابتن، خلينا نقول برضو، حضرتك قلت سلوفينيا في المجموعه الثامنه اللي احنا هنرد عليها ان شاء الله. ايوه. ومش بيلاروسيا. بيلاروسيا هتوصل بكره. كوريا الجنوبيه دي اضعفهم على ما اظن. وروسيا. روسيا برضو كانت بره التصفيات. طب كوريا يا كابتن، هي ولا اليابان؟ زي بعض. طب يعني المستوى ليفل 3 يعني، حضرتك بتتوقع ان كوريا هي اللي تطلع؟ ممكن، بس روسيا اصلها ما خسرت في التصفيات، هي وفرنسا. خدت وايلد كارد ولا؟ خدت وايلد كارد من الدكتور حسن. طب احنا لو قلنا سلوفينيا وبيلاروسيا وروسيا تأهلوا، هنقول يعني اسامشن، هنفترض هنشيل كوريا الجنوبيه ونحط الثلاثه الباقيين، هم سلوفينيا وبيلاروسيا وروسيا. الثلاثه نكسبهم؟ ان شاء الله. ان شاء الله. طب بس الاول لازم تعدي الثلاثه دول. لازم تعدي اللي معاك في المجموعه. نتكلم بدني، انت عندك دلوقتي واحد بتاع معد بدني، معد احمال. زمان ما كانش عندنا. اسباني ولا مصري؟ اسباني جاي مع الخواجه. انت لما كنت بتوصل الماتش السابع الثامن كنت بتبقى خايف ان انت تخسر، لان انت الاحمال بتاعه اللعيب عندك مش واصله التوب بتاعتها، فبتخسر في السيمي فاينل. كنا بنخسر في دور الثمانيه، اما كسبنا دور الثمانيه وصلنا السيمي فاينل. تمام. خسرنا الثالث والرابع من يوغوسلافيا 8 تجوان. خبر ابيض. والله، وكان المفروض نكسبها بس يعني ما بدنيا خلاص، كله جاله زي الدروب بتاعه. بس يا كابتن، انت شباب وناشئين عندك فرقتين نار. المفروض نار، واخدين بطوله عالم وثالث عالم. وثالث عالم. فانت عندك ما شاء الله. بس في جاب في النص. جاب، ما هو طبعا في جاب صح. بس يعني. لا بس معلش يا كابتن، اختلف معاك. الجاب دي عوضها الخمسه سته محترفين بتوعنا. والخمسه سته محترفين دول مع دودو الشباب. مواليد 2000. طيب ماشي. سند مواليد 91. كويس. تمام. ممدوح هاشم مواليد 88. خالد مواليد 98. يعني هم ماشي. سند في جاب بينهم من بعض. سند اكبرهم يمكن صح؟ اكبرهم ممدوح هاشم. ممدوح هاشم بس بيلعب ما شاء الله في يعني بيلعب في بوخارست وبيلعب في ليفل عالي يعني. اصلا بيلعب في مونبيليه وخد بطوله اوروبا يعني، هو محافظ على نفسه. يمكن ممدوح هاشم هو اللعيب الوحيد اللي خد ثلاث بطولات افريقيا. افريقيا واسيا واوروبا. اللعيب الوحيد في العالم. ايوه في العالم. ومحدش بيلعب في الحتت دي. بالظبط. لاعب بطل، خد بطل اسيا مع مين؟ كان خده مع فريق في قطر. فريق قطري. وخد بطل الزمالك بطل في افريقيا. وخد بطل يعني عندنا لعيبه جامده. مونبيليه. فعندك الثلاث لعيبه دول، عندك مجموعه اللعيبه المحترفين مع الولاد اللي طالعين من الناشئين والشباب. طبعا. ما هو كده ميكس. ايه الجاب بقى اللي في النص؟ في جاب بقى اللي هم ايه؟ مواليد 96 و95 و94. بتلاقي مثلا يحيى درع بس. ازاي تلاقي مثلا مش عارف ايه. هو هيعمل تشكيله. هو الراجل حقيقه يعني مثلا ايه، عنده بتوع مواليد 98 اللي طلعوا ثالث العالم دول. عنده ثلاثه مثلا. ايوه. فاهم ازاي؟ صح. من 2000 في اثنين او ثلاثه.
حسب بقى اللي هو هيقلش مين. هو عنده 22 واحد دلوقتي. لا انا بس عايز اعرف كمان من حضرتك بالظبط تفاصيل، لان انا سمعت ان هم 23 لاعب او 22 لاعب. عايز اعرف لحضرتك توقعاتك. 23 خالد وليد خرج. خالد وليد ده مواليد 98. خالد وليد تهيألي ان هو عنده كورونا. كورونا هل هيلحق؟ ما اعرفش. طب خلينا نكمل الحوار بقى فنيا، نخش بقى ديبلي في الفريق. خلينا نطلع فاصل بعد اذنك يا كابتن. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل عشان نكمل كلامنا الشيق الحقيقه مع كابتن محمد الالفي. والحقيقه انتوا لو شفتوا الترابيزه الحقيقه معانا ورق كتير جدا وامور كتيره، بس خلينا نكمل كلامنا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع كابتن محمد الالفي طبعا نجم مصر في كره اليد، وكان رئيس طبعا لجنه المسابقات بطوله العالم، وايضا رئيس لجنه الصالات. كابتن محمد، يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن فنيا. حضرتك احنا 23 لاعب دلوقتي في الفريق، المفروض هنبقى 20 ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك بتقول لي خالد وليد. خالد وليد عنده كوفيد يعني بقاله 4 ايام، هل هيلحق ولا ما يلحقش؟ ما اعرفش. طب كوفيد ازاي؟ طب هسال حضرتك عشان برضه الساده مش هتبقى فاهمين. انا في البابل. لا، ما كانوش في البابل، هم كانوا قبل البابل. كان سيف جاله، سيف درع جاله يعني زعيم اوضه واحده اليوبلس اثنين بس، واحد رايح الزمالك وواحد في اليوبلس. فكان متوقع يعني هم بيعملوا المسحه الثانيه ان هو يطلع عشان زميله سيف كان بقى. وسيف خافوا بدا يلعب، لعب ماتش اليابان طبعا. هي توقيت بس، توقيت فهو ان شاء الله صعب يلحق. نفسي يلحق ليه؟ لان هو بطوله العالم اللي فات برضه كتفه اتخلع في فرنسا حبيبي. يا نهار اسود قبل البطوله ده تلاقيني زعلان قوي يعني. طبعا انا زعلان عليه جدا. ده لعيب هايل برضه والله. لعيب كويس، ربنا يوفقه. طب يا كابتن دلوقتي احنا 22 لاعب ماشي، ومفروض هيخرج اثنين، امتى هيبانوا؟ بص بس، هو طبعا النظام بتاع البطوله او اللوائح بتاعه الاتحاد الدولي كانت السنه اللي قبل اللي فاتت حاجه، والسنه دي حاجه تانية خالص. تمام. يعني انت دلوقتي انت معاك 22 واحد هيبقوا موجودين معاك، وبالتالي هيفضلوا في البابل، يعني مش حدش هيمشي. لان انت ممكن واحد يعيا في النص بيبدلوه. بس احنا سمعنا ان هم 20 مش 22 يا كابتن. ما هو ما في مين يقول لي طيب ليه 20؟ احنا سمعنا ان الاتحاد الدولي يعني خبر كنت انا قلته، انا ما اعرفش. لا، انت بتدفع منه. انت كمصر تدفع عادي، بتدفع الاثنين الزياده. يعني انا فهمت حضرتك، يعني هيفضلوا معايا في البابل بس اللي هيتسجلوا 20. اللي هيتسجلوا 20 تمام. لو واحد اصيب او جاله المرض بيغيروه بواحد من بره. يعني برضه كان زمان بنوصل لدور الثمانيه، دور الثمانيه اتغير. دلوقتي لا، دلوقتي بقى ما اعرفش النظام الجديد هيتعمل ازاي. يعني احنا ممكن نسال علي السيد اسالك عليها ولما اقول لك المعلومه. ماشي، عرفنا حضرتك المعلومه اكيد. يعني حضرتك تبقى معانا برضه ان شاء الله. لان هم عشان الكوفيد عاملين نظام جديد او لائحه جديده. لان مثلا ايه، في فرقه جايه 40 واحد. 40 واحد يا كابتن؟ بيدفعوا وكل زي مين يا كابتن؟ ايه؟ زي مين؟ قطر جايه 45 واحد. 45 واحد. ما شاء الله كده. وطبعا فتلاقي السعوديه مثلا جايين 30 كده يعني. فطبعا انت عندك ممكن انت تدفع ويقعدوا. تمام. هم قايلين لك من شهر احنا جايين. يعني افهم من كلام حضرتك الاتحاد الدولي ادى مرونه في البطوله، في استبدال اللاعبين. ايوه. طب ده كويس ولا وحش يا كابتن؟ في زمان يعني ولا دلوقتي؟ لا دلوقتي، في الظروف اللي احنا دلوقتي طبعا كويس قوي. لكن في الظروف الماتشات اللي فاتت دي، طب انت مثلا واحد زي احسن لعيب في العالم مش عارف ايه مش موجود، تبقى فرحان هتلاعب فرقته تلاقيه موجود. جاي لك اما موجود. لكن دلوقتي لا، دلوقتي بقى انت عندك حاجه قاهره بتثبت انها حاجه قاهره. فاهم ازاي؟ ماجير وحاجه قويه يعني وباء. طب يا كابتن عايز اسال حضرتك سؤال. الناس بيقول لك يعني عشان بس ناهل الناس لحاجه، ممكن تبقى انت في البابل ويجي لك كورونا. ممكن. بدليل ان الدوله عامله غرف عزل وعامله مستشفى صغيره. مستشفى تمشي، مستشفى صغيره جوه، وبعدين بره تطلع المستشفى لو الحاله تدهورت يعني. تطلع مستشفى بره. يعني وارد. عشان بس الساده المشاهدين ما يجيش واحد يقول لك ايه ده؟ طب ازاي؟ انا كان في البابل وجاله. طب ايوه، ما هو البابل دي برضه فيها نفس، الناس فيها نفس. بعدين انت لغايه دلوقتي ما انتش عارف لو ده بتيجي ازاي؟ يعني انا بعديك ازاي؟ او ما شاء الله مثلا انا ما اتعدتش. ليه؟ احنا كنا مش عشان ان احنا واخدين بعض، مش عشان واخد بالي انا. لا عشان ربك هو اللي بيسترها بس. محدش عارف حاجه. وبعدين يقول لك ايه مثلا، علاء السيد خلاص هو وعيلته وبدا يخرج، عمل بتاع لقاها بوزيتيف. طيب الدكتور قال له انت ما دام عدى عليك 15 يوم يبقى مفيش مشكله ما تعديش. فبس هو قاعد برضه لانه عشان اسمه لك مؤمن صفا كمان كورونا. مؤمن لسه بقى هيحلل بكره ان شاء الله. الف سلام عليك. ان شاء الله هيحلل بكره. يعني الموضوع ده وارد، وقد مش عندنا بس في مصر. لا بس عندها. عشان ايه بس يا كابتن؟ ما انا بقول لحضرتك يعني في ناس كتير بتنتظر السلبيات طبعا،
وبيبقى مجهود معمول جامد جدا وبطوله هايله واحنا كلنا فرحانين بيها. يجي يقول لك الحق ده اللعيب الفلاني في الفرقه الفلانيه جاله كوفيد، يا عم بابل ايه اللي انتوا عاملينه؟ لا ما يجي ما يجي. احكي لك بقى، انت عارف الملعب بيبقى فيه 75 واحد تقريبا، كويس محسوبه. ما انت محسوبه هي 76. لما تيجي تحسب هتلاقي 20 و20 اللي هم الفرق، 16 و16 و4 اللي هم الجهاز. تمام. يمكن يزود واحد في الجهاز اللي هو مدرب الحراس المرمى مثلا، يبقى معاهم على البيت، يبقى ايه بقى 21 و21، يبقوا 42. ممتاز. واربع حكام، حكمين في الملعب 46. وحكمين احتياط 48. 46 واثنين اللي هم الميقاتي والمسجل 50، والاثنين اللي هم المراقبين 52، والراجل سوبرفايزر 53، وبعدين واحد من اللي هو الاف او بي ده هو رئيس الصاله من المصريين ورئيس الصاله من الاتحاد الدولي 55. كويس. وخمسه من اللي بيعملوا التحليل والاحصاء 60. دول كانوا 13. 60 و16 واحد بتوع كاميرامان ومصوراتيه ومحسوبين الكاميرامان والاخراج وكل الكلام. كل دول بابل يعني، كل دول بابل، كل دول داخلين في البابل. مفيش واحد فيهم هينط الصور؟ لا بلاش، وارد وقف اشترى حاجه جيرالدو. عارف حاجة. لا مفيش، ما بيقفش حتى، مفيش وقف. وهو في التمرين كمان في الصالات اللي هي الفرعيه ما بيخشوش، اللي بياخدوش دش يعني، ما يخشش في الاوتيل. في الاوتيل. طب يا كابتن لو لعيب عايز سناكس، عايز حاجه يجيبوها له، يجي له الاوتيل اللي بيجيبها له. ما هو انت المفروض ان انت في الخمس اوض اللي وريتهم لك بتوع الاتحاد الدولي والحكمين والمراقبين الماتشات دول بيجي لهم كانوا مثلا ايه سناكس ومش عارف فاكهه وايه. مفيش كمان ده. اللي يجي ياخد من الاوتيل معاه وهو جاي ويجيب، اللي عايز ياكل يجيب معاه من الاوتيل يقول لهم قبليها بيوم انا بكره هقعد مثلا من 10 ل 8 فانا عايز اكل. يعني 76 واحد في الصاله، في الصاله قد واحد يجي له كرون بلاش. واحد عايز يشرب شيشه بقى مش هيدوت الصوت. احكي لك انا مثلا لا شيشه يا كابتن دي ممنوعه. انا كمان قلت لهم مثلا الراجل بتاع انجولا، العيال بتوع انجولا دول مش هيكلموا جيرالدو بتاع الاهلي طبعا، هيروحوا له هيعمل ايه؟ هينط السور من حته هيزوج يعني. ممكن وارد يحصل. بتوع تونس مش هيروح خان الخليلي؟ طب هسال سؤال صحيح يا كابتن، طب انت فتحت نقطه مهمه جدا. طب انا ازاي هكنترول ده؟ في بقى بتوع، بص في ثلاث، مش في مراقبين من الاتحاد الدولي واقفين على الاوتيل مثلا في الريسبشن في حاجه؟ في ثلاثة زون حوالين البابل. اول زون اللي هو الامن العادي، ثاني زون مش عارف شركه افريكا باين اللي هي تبع حاجات يعني شركات معينه تبع المخابرات ما فيهاش يعني بيهزروش الحقيقه طبعا. يعني وقفوني في برج العرب يا جماعه انتوا مش هتعرفوا اسمي طبعاً. انا بتاع تبع الاتحاد الدولي. قال طب ايه اللي يثبت؟ قلت لهم الرئيس بتاعكم مين؟ قالوا لي هشام قادر. اتكلم هشام راح مدخلني. والجزء الثالث هيبقى فيه متطوعين واقفين، يعني ممنوع حد يطلع. يعني يا كابتن سؤال بس، قول دلوقتي لاعب طقت في دماغه ينط السور، هو هينط سور ازاي؟ معرفش. مش هينط خلاص، انا كده اطمنت، انا كده اطمنت. بس افرض حد كسر، اتمسك، ايوه هيرحلوه. ايوه كده. انت حسن مصطفى ما بيهزرش حاجه. حد اتمسك بيكسر، اصل هو انت ملتزمش. عايز احكي لك حاجه، هو رئيس الاتحاد الدولي وما بيبقاش متداخل كده في البطولات زي ما هو داخل معانا. هو عايز مصر تنجح، وحاجه توب مانجمنت، حاجه كبيره فوق حاجة. ولكن هو داخل معانا في المطبخ عشان مصر، عايز عايز مصر تنجح، وراجل وطني عايز هو مدي مش يعني قايل ان اللي هيحصل منه اي تجاوزات مش عارف ايه هيمشي. يعني اي حد هيكسر هذه الاجراءات الاحترازيه هيمشي. سواء كان مين اسمه ايا كان، مفيش لبس في كاميرات طبعا والدنيا متراقبه. اصل مش 100% في الكاميرات بالظبط، والصالات فيها كاميرات يعني عارف مع كله. طب يا كابتن احنا هنبقى 20 لاعب، وهيبقى اقول لحضرتك 22 لاعب، وهيبقى لو لا قدر الله حد عندنا كورونا، طب القايمه اللي بخش بيها المجموعه كام؟ 16؟ الماتش 16. 16 لعيب بيبقوا معايا في الماتش. ده قبل الماتش بساعه بتقدم القايمه بتاعتك. حلو جدا. طيب انا 16 لعيب معايا، حضرتك يعني بامانه شايف ان احنا من افضل المنتخبات اللي جت في التاريخ؟ يعني مثلا ايه، احنا فاكرين طبعا الجيل التسعينات واللي عملوا 90 و92 و94 والكلام ده كله. شايف ان احنا 16 او الفرق المنتخب الموجود دلوقتي ده يعني قريب ولا يعني عشان بس ما نعليش الفرص قوي. الفرص اللي هي كانت نتيجه المباريات الوديه اللي كانوا هيلعبوها او الدورات الوديه كانت هتبقى كويسه، زي مواليد اللي هم 72 و74 و70 اللي لعبوا كاس العالم ودخل معاهم بتوع 78 اللي هو حسين زكي. حسين زكي بس اللي كان هو من الصغيرين. لكن هم ما لعبوش. لا يعني انت تظلمهم لو قلت ايه
كنا في الاول طموحنا لما طلعنا الاول العالم في 2000 وطلعت العالم كنا واخدين اعداد كويس، قلنا يا سلام هنكسب بقى ونطلع الاول في العالم او نطلع من الثلاثه الاوائل. يعني حتى قلت لهم مش الاول، نطلع من الثلاثه الاوائل دي كنا متوقعين كده كده. فما جت بقى اللي هي كورونا دي، وبعدين الماتشات بدات تتساقط، عارف انت الماتشات تتساقط قدامك. ايه علي انتوا ما سافرتوش ليه؟ ما مش عارفين ناخد فيزا. حاولوا يعملوا معسكر في المجر وياخدوا الفيزا المجر، وهناك بقى بتمشي شنجن تروح تلعب مثلا، تلعب مونبلييه، تلعب مش عارف باريس سان جيرمان، اي حاجه يعني. ما عرفوش ياخدوا الفيزا، فاهم؟ طبعا. طب يا كابتن، ما هو ممكن ماتشات البطوله، يعني احنا عندنا 3 ماتشات في المجموعه، ممكن ده يعتبر مع الوقت مستواك يتحسن، ولا لما تكون بس لو خسرت منهم لو خسرت ماتش مشكله. مشكله بقى ان انت هتيجي في الدور اللي هو بعد دور الثمانيه، هتقابل حد تاني، تقابل الدنمارك مثلا في دور الثمانيه، تقابل حسب بقى الايه التقسيمه اللي هي بعد دور الثمانيه، حسب القرعه. فطبعا كارثه. انت يعني انت دلوقتي كل ما تكسب بدري، كل ما تكسب الثلاثه الاولانيين بيبقوا اهون من الثلاثه اللي هيجوا لك بعد كده. الثلاثه التانيين دول برضو واخدين. طب لو كسبنا ماتشين وتعادلنا ماتش، يبقى لازم تكسب الثلاثه التانيين. موضوع صعب يا كابتن، موضوع الناس فاكراها فسحه وهي لا لا هي مش فسحه. موضوع لا موضوع هي صعب. هي كمان خلي بالك ده ضغط عصبي على اللعيبه وعلى المدرب. طب المدرب قال لهم انا عايز اتمرن في الاستاد من اسبوعين، قال المؤمن انا عايز اتمرن في الاستاد، يعني انت ولا ماتشات وديه ولا اتمرن في الحته اللي هلعب فيها، ففضلوا الاستاد. حتى كانوا حواليهم رمل وحاجات كده. شفت صور، كان في صور. واتمرن في الاستاد، اتمرن في الاستاد من ايامها يعني، بقاله 10 15 يوم. طب الخواجه برضو الاسباني طبعا هم معاه سي في كبير وراجل يعني تاريخه كويس، حضرتك شايف فنيا اكيد حضرتك ماتشات، شفت ماتشات، شفتهم بيتمرنوا. بص هو كوتش كويس قوي، لكن تدريب انا ما بحضرش التمرين. قول لي ليه؟ انت بقى ايه ممكن، ما هو انا المصريين مش مصريين، اي مدرب هيقعد يقول لك بس هو لو كان عمل التمرين مش عارف ازاي. فانا ما بقعدش وعشان ما تتسالش، وما تتسال لازم تجاوب. صحيح. فانت تقول وجهه نظر، بقول وجهه نظري. وجهه نظري ممكن تطلع غلط. ممكن تبقى غلط. فانت ما بتحضرش التمارين، لكن يعني كانوا بيتمرنوا في اليوبلس فتره، وقبليهم ديفيز ده كان بيتمرن. انا اتفرجت على ديفيز الحقيقه. ديفيز مدرب كويس قوي، بس هو في الماتشات بيتوه. عشان كده براندو دوت او باروندي ده هو اللي خد احسن مدرب في اوروبا لما كسب بمقدونيا، فرقه من مقدونيا كسب بيها. كانش فيها لعيبه، فيها واحد لعيب ما شاء الله طوله 2 متر 10 وكسبه. كسب اشول. خلي بال حضرتك اسلام حسن كان معايا هنا في الحلقه وقال ان الراجل ده بيلعب بنظام معين كده، اللي هو يعني ايه، حاجه فيها انيميشن شويه، ان انت تتوقع اللي قدامك يعمل ايه وتتوقع غلط زميلك، حاجات فيها يعني جديده انا اول مره اسمعها. لا هم الاسبان خلي بالك، الاسبان ما كانوش احسن ناس في العالم. وبعدين بداوا يعملوا فرق وبداوا يكسبوا. الاسبان ده يعني الطريقه بتاعتهم او الفكر بتاعهم او الطريقه بتاعتهم، الطريقه بتاعت اسبانيا، الفلسفه بتاعتهم. حتى هم بيركزوا دايما على الملعب باكين وهاف وسنتر فيرود، تمام، وبيلعبوا الثلاثه مع بعض. حتى الوينجات ما بيشغلوهاش غير ايه، يقول لك الوينج شغلته انه ياخد الكره يحطها جون بس. يعني يجيله 5 كور مثلا في الماتش، يحط ال5 كور جوان، مفتاح له الجاب بتاعته الوينج عشان ياخد خطوتين عشان ياخد خطوتين. لكن هتلاقي 30 او 40% من شغلهم كله تصيط الكره على الدايره والباكات. وبقيه الحاجه فاست بريك، يعني هو بيسنتر. دي حاجه بحبها انا الحقيقه، انا بعملها. انت بتسنتر او بتاخد الكره الجون يسيطر عليها، تبدا تجري على طول، تجري موجه واحده او موجتين او 3 موجات. 3 موجات دول او الموجتين انت بتعمل زي تكتيك خفيف كده، يعني مثلا دخل باك تاتش مش عارف ايه، هو بيعمل الحاجات دي حقيقه. فهو مدرب كويس وحافظ ممكن التدريبات من الناس الاسبان اللي هم الكويسين. يعني الراجل بتاع قطر ده راجل كويس قوي، المدرب اللي جاي من قطر، المدرب بتاع قطر. بس هم اسباني طبعا ولا اسباني؟ بيدوا فلوس جامده جدا طبعا. يقدر يجيب بيخلي ناس تبقى مواطنين، فاهم؟ تجنيس او تجنيس كان عنده التجنيس في لما طلعوا الثاني على العالم، كان عنده التجنيس فرق كويس قوي. لكن دلوقتي ما عندوش زي الاول، يعني هو بيقول لك قل شويه. طبعا مثلا ايه، عندك لعيبه في منتخب مصر لعبوا معاه بطوله كاس العالم العسكريه ومش عارف ايه. لكن انت عندك هنا في الفرقه دي ناس كويسه كتير. يعني كتير كويسين. وخلي بالك الفاست بريك الكتير ده والماتش 60 دقيقه محتاج قوه وسرعه، تغييرات كتير، قوه وسرعه. ما انت عندك تغير زي ما انت عايز. وبعدين ما انت مثلا في الباسكت بيوقف عشان يغير، لا في اليد، لا انت بتغير على طول.
فاهم؟ فانت الحاجات دي كلها خلي بالك يبقى في توافق برضه في دماغه، مين اللي بيدافع ومين اللي بيهاجم. يعني انا شفته في ماتش اليابان ابراهيم المصري بيدافع طول عمره، لا بيلعبه سنتر فيرود بيخليه يهاجم في سنتر فيرود، لان عنده مشكله لو هو وهو بيجري فاست بريك اتاخر وما عرفش يحط الكره في الجون هيبقى عليه عبء. وهو لو الكره اتقطعت او دخلت جون والناس بيجروا لازم يرجع بسرعه. خلي بالك بقى اللي بيجروا كتير بقى سلوفينيا، كرواتيا، المانيا، اسبانيا، بيجروا كتير، البرتغال، فلازم تلحق انت الحاجات دي تلحقها وانت بتلعب. فطبعا بقول لك لسه اللي هو الشكل بتاعه يعني هو غلبان ان هو ما ايه ما جربش ماتشات كتير. ربنا يكون معاهم يعني، ربنا يكون معاهم طبعا ان شاء الله يؤدوا اداء كويس يا كابتن. الحقيقه مش عايز اقول لحضرتك يعني انت حضرتك اديتنا كواليس بصراحه كتير قوي. انا مش عايز الحق والله عايز الحلقه تخلص، انا قاعد مستمتع جدا جدا طبعا بالكلام ده، بس احنا فاضل دقيقه. انا عايز يعني اسمع حضرتك توقعك، يعني انت بامانه بكل حياديه توقعك لماتشات المجموعه الاولانيه. لازم المجموعه الاول ان شاء الله نكسب الثلاث ماتشات ان شاء الله يعني، واحنا في كعبين على السويد في اخر 10 سنين حاجه كويسه يعني حضرتك متفائل بعد ما تكسب الثلاث ماتشات دول تقدر تقول اقول لك بقى ايه انت هتلعب ايه وتروح فين ان شاء الله مع بعض والامل فيك ازاي يعني. اكيد مع بعض وهنحلل حتى النتائج، وطبعا اكيد حضرتك طبعا يعني ما كانش طبعا تنورنا وتشرفنا، وهنحلل طبعا نتائج الماتشات ونجيب النتائج وبتاع، واكيد حضرتك طبعا استاذنا وتقول لنا طبعا. لا استاذ ولا حاجه والله يا كابتن. لا يا كابتن انا بحب الهاندبول، دايما تحب تتواضع كده. حضرتك رئيس جهاز رئيس الجهاز في اليوبليس وعملت جيل كبير وعامل كره اليد الحديثه في اليوبليس، فحضرتك متواضع يعني بزياده يا كابتن. واحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن محمد. ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا، والحديث معاك الحقيقه شيق جدا. شكرا جزيلا. ربنا يخليك حبيبي، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا النهارده من الابطال، وده كان كلامنا عن بطوله العالم. انتظرونا ان شاء الله اكيد يوم الاربعاء هنكون معاكم كمان، هنتكلم عن بطوله العالم وهنجيب كواليس وهنقول الامور، وان شاء الله بعد الماتشات ما تبتدي اكيد هنحلل اكتر اداء منتخب مصر في بطوله العالم. شكرا جزيلا والى اللقاء في حلقه جديده من الابطال.